طيب ولقد فتنا سليمان، هذه قضية الفتنة لسليمان قبل موضوع عرض الجياد ولا بعد؟ الاحتمالين وردات على فكرة، حتى لو انها مذكورة بعد قصة اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ولقد في احتمال يكون ابتداء القصة اللي راح نقولها الان، الفتنة اللي حصلت بالنسبة لسليمان ممكن تكون قبل موضوع العرض، ولذلك وجدنا احنا هو في حالة العرض، قلنا انه هو دائما في حالة رجوع، كل شيء يرجع الى الله، اواب، وبينا اواب في اكثر من مرة على فكرة. طيب ولقد فتنا سليمان، ايش فتنا؟ ايش الفتنة؟ مرات يستخدم على فكرة اختبار، ابتلاء، امتحان، فتنة، ايش الفرق بين هذه العبارات؟ واحنا بنقصد في التفسير هنا كلها عبارات وردت في القرآن، اذا بتلاحظوا ابتلاء، امتحان، فامتحنوهن، مش هيك وردت؟ في الاختبار انت بتقصد تطلع على الخبايا الامور، يعني يصير عندك خبر في الامور الدقيقة، لذلك بنقول خبير. انو الخبير اللي بيكون عارف بتفاصيل الاشياء وجوها كمان بنسميه خبير. فاذا الاختبار شو يقصد منه؟ معرفة حقائق الامور ودقائقها، هذا الاختبار. طيب والابتلاء، الابتلاء كيف لما بيجي واحد بده يشتري بطيخة بصير يقلب فيها هيك مشان ايش؟ يأخذ برضو فكرة عنها ويوصل لشيء من حقائقها. اذا الابتلاء فيه تقليب احوال، فالابتلاء مثلا لحظة، الله سبحانه وتعالى ممكن يقلب احوال افراد او جماعات، فمثلا فقير غني هينقلب حاله، شوف من فقير لغني، او من غني لفقير، من صحيح لمريض، من مريض لصحيح، هذا تقليب، هذا تقليب مشان ايش؟ مشان نشوف. ولذلك القرآن ايش قال؟ لاحظوا، نبلوكم بايش؟ بالشر والخير، فتنة. وقدم اذا بتلاحظوا الشر، الابتلاء بالشر قدموا على الخير، لانه اكثر ما بيسقط الناس وبتجدهم مش صابرين ومتعففين ومعترضين على القضاء وتفاصيل في الامور اللي فيها ايش؟ شر. كمن يعبد الله على حرف، بشيك هذا مش اذا غني يعني بتلقي كفر، لا، ممكن اذا افتقر. اذا هذا بتبع السياق. اما وفي امه معينه، وفي امه معينه، وفي حادثه معينه، لكن كقانون نبلوكم ايش؟ كقانون البشر كلها بالشر والخير. هو التقديم والتاخير له بكون احيانا اكثر من فائده، ليش قدم هذا واخر هذا؟ هذه قضيه مش موضوعنا الان في التفسير، بس مجرد اشاره سريعه. بس اكثر اذا بتلاحظوا الناس ما تنفر من اي ابتلاء الشر، وبتركن لأي ابتلاء الخير، تنبسط. إذا فهون لذلك ديروا بالكم، أشد المؤمنين المؤمنون أشد بلوى. في ناس بتصوروا شو يعني أشد بلوى، يعني دائما يا سبحان الله قال كل ما ارتقى معناته مصائب، مش صحيح الكلام، معناته مش عم نفهم مظبوط، إنه الله بيبتلي. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. طب وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. حتى لما بثيبك في الدنيا. وبالتالي المؤمن حساس للابتلاء سواء بالخير أو بالشر، هذا معنى كونه أشد، حساس. يعني لما بيغتني بصير يعني أنا كيف بدي أقوم بحق هذا الأمر، كيف بحاسب حاله اكثر.
لما بصير صاحب سلطان بصير لو دب عثرت في الفرات هذا بسهرش الليل، معناته بنمشي الليل. عمر بن الخطاب اشد بلوى لما صار حاكم، ليش؟ حساس للابتلاء، لانه في ناس احيانا تجد خطباء عم بنفروا الناس وبفهموهم كل ما امنت كل ما نزلت المصائب على راسك. طفشهم يا اخوي طفشهم. عم بقول لله سبحانه وتعالى انه بيبتلينا بالشر وبالخير، وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فتنه. وقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين جنات وانهار. ايش يعني؟ طب هو سليمان ما كانش مؤمن اللي سخر له؟ وداود عليه السلام ما كانش مؤمن اللي سخر له؟ اذا مرات نكون في احيانا بعض الوعاظ مشكلة. طيب، ولقد فتنا، اذا الان بعدنا ما قلناش امتحنا، ايش امتحن؟ امتحن فيه تكرار ودأب وكذا لمعرفة ايش انه حقيقة الامر. شوفوا هناك بدك تعرف في الاختبار حقائق ودقائق الامور، لكن لاحظوا الامتحان فيه ايش؟ تكرار ودأب واستمرار، عملية مستمرة مشان ايش؟ توصل للنتيجة اللي بدك اياها. الفتنة هي النتيجة المطلوبة من الابتلاء والمطلوبة من الاختبار والمطلوبة من الامتحان، انه في النهاية يبين لنا الامر على حقيقته. وعلى فكرة الفتنة يغلب ان تكون فيها تحويل الانسان وتقليب اوضاعه من اجل معرفة ايش بيستقر، كيف راح يمشي، وين راح يروح. زي ما قلنا اغناه وين راح يروح، اي فتنه. افقره وين راح يروح، فتنه. لحظة، اعطاه سلطان، فتنه. وين راح يروح؟ لذلك ببين الطريقة اللي بده يمشي فيها. لانه في الاصل احنا سبق تكررنا كثير انه الفتنة في حقيقتها شيء، الذهب لما بدهم يميزوه كانوا يستخدموا النار لمعرفة حقيقة الذهب الخالص من الذهب اللي فيه شوائب. فمن اجل ان نعرف الانسان حقيقته، وغالبا ما نكون نقصد على فكرة ناخذ الاشي الكويس نفتنه، ولكن الفتن يوم هم على النار يفتنون. والفتن فيها حرق، يعني بمعنى اخر اذا فيها اضطراب الفتنة على فكرة، احيانا الفتنة فيها شدة احيانا، وفيها 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 وتقليب وتفاصيل. ولقد فتنا سليمان و، اذا معناته مش ولقد فتنا سليمان ف، في قضيتين معناته. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، ثنتين مش. اذا ولقد فتنا سليمان فألقينا، لا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ايش فتنه لسليمان؟ لكن واضح انه سليمان عليه السلام، لاحظوا، نجح. كل الناس على فكرة تفتن، كل الناس تبتلى زي ما قلنا، بالخير او بالشر، بالحسنات ولا بالسيئات. وفي النهاية ايش؟ وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، بشيك؟ ايش الفتنة؟ المهم انه ثبت انه سليمان ومن قبله داود عليهم السلام نجح ايش؟ الى درجة انه استحق ان يفاض عليه. وافيض، والافاضة على سليمان عليه السلام كان في عصره افاضة على المجتمع كله، لانه مش زي ملوك اليوم وحكام اليوم
كلها مكاسب لحضرته وحضرت قرائبه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن 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 إنه بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كل ما مات نبي يقوم مقام نبي آخر. وهذا من أكبر النعم، أن تسوس الناس الأنبياء. واليوم اللي بسوس الناس معظمه في العالم مين يا أخوي؟ الأشقياء اللي بسوسوا الناس، وكلهم بتلاحظوا شو بصير في النهاية وين مكان في العالم كله. استعف الدول الغربية بيجوز لأنه في نظم اللي تراقب الحاكم وبيحاولوا يفلتوا ويزوغوا فرقها، يعني بيكون وضعهم أفضل شوية. ليش؟ لأنه في نظام. ولما يكون ما فيش إيمان حقيقي، الكل بده يهبش والكل وحتى الدول الغربية الآن في بتفلس قاعدة. ليش؟ إذا مرت مرحلة كانت الأنبياء تسوس مجتمعات، وكانت المجتمعات في أوج الحضارة والمدنية والتنعم. والإفاضة على سليمان أو داود بصفتهم ملوك كان المقصود فيها إيش؟ نعمة على البشر. هو أصلا يرسل الله سبحانه وتعالى بالأنبياء من أجل مين يعني؟ من أجل مين؟ لا يكون برسل الأنبياء من أجل الأنبياء، هو يرسل سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل من أجل الناس. وبالتالي نفهم تماما أن الفيض اللي كان في عهد داود عليه السلام وسليمان كان مقصود فيه البشر. وتصوروا على رأس الدولة نبي كريم صابر، كل ما يفاض عليه يفيض على الناس. ولقد فتنا سليمان، طيب فتن وما ندريش في ايش، وألقينا على كرسيه جسداً.